ننتقلوا مرة أخرى لمدينة سدها البيضاء. معنا هذه المرة سناء. سناء صباح الخير. صباح النور، كي داير لاباس؟ الله يبارك فيك، كي درتي انت؟ مزيان، كي صبحتي؟ الحمد لله خطك بارك الله فيك. نعم تفضلي. انا نعطيك مادلين. مادلين في 100 غرام ديال الطحين. 100 غرام ديال الطحين. 100 غرام ديال سنيده. 100 غرام سنيده. 100 غرام ديال الزبده. 100 غرام زبده. جوج بيضات. جوج بيضات. خماره. نعم، اذا غنولي نعاود المقادير سناء. 100 غرام قلتي ديال الطحين، 100 غرام ديال سنيده، 100 غرام ديال الزبده، جوج بيضات وخماره، هادو هما المقادير. نعم. كنطرب كنخدم الزبده. نعم. كنخدم الزبده هي والسنيده هي الاولين. نعم. وكنضيف لها كنضيف لها البيض. من بعد كنضيف صافي كنضيف خماره ونضيف الطحين. وكنديرهم هادو كنديرهم في الكيسات، عرفتي هذوك الكيسات تاع المادلين. نعم. صافي كنديرهم كندخلهم يطيبوا، بغيت الا عندي شويه ديال بيبي دو شوكولا نقدر نلوحهم من الفوق. صافي كندخلهم يطيبوا ونقدمهم سحور. نعم ساهلين وخفاف، وبالنسبه للوليدات هكا ما كيبغيوش يفطروا كتحضريهم لهم في الدار، فجميل. انا هذاك الشيء. نعطيك عصير ديال القرعه. نعم عصير ديال القرعه. قرعه حمراء. القرعه حمراء. نعم. ناخذ واحد 100 غرام ديال القرعه حمراء. 100 غرام مسلوقه. قرعه حمراء مسلوقه. كناخذ واحد جوج خيزوات حتى هما كنسلقوهم يكونوا صغار. جوج خيزوات مسلوقين حتى هما ويكونوا صغار. كناخذ واحد الكويس ديال الماء ما بين القرعه وما بين خيزو. كويس ديال الماء. وكنديرهم حتى هما يطحنوا، كندير معاهم واحد الساشي ديال فاني. ومهم واحد السيترو تلقيترو لا روب ديال الليمون. كنطرو تلقيترو لا روب ديال الليمون. كنطحن كلشي ونقدمو في الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، وحنا مقبلين على الصيف وهذا العصير غادي يجي زوين، والقرعة فيها مجموعة من الفوائد. اختي عندي عندي الحلوى اللي بغات السيدة. نعم. إذا كان ممكن نعطيها لها. الحلوى اللي اللي اتصلت بنا للا صباح. نعم. عندي فيها ربع ديال الزبدة. نعم، شنو سميت الحلوى؟ هذه حنا سمينا هي جوج ولكن حنا سمينا حلوى الدفوع، حيت كانت الأخت من جديدة اللي كانت عطاتها. حلوى الدفوع. عندي فيها ربعة ديال الزبدة. ربعة ديال الزبدة، سمعيها صباح، ربعة ديال الزبدة. شوية باش يلا تقيد عليها خطر خطرة. هي هذاك الشيء اللي غادي نديرو. ربعة ديال الزبدة. جوج بيضات. جوج بيضات. جوج خمارات. جوج خمارات. جوج فاني. جوج فاني. جوج كيسان ديال سنيدة. جوج كيسان سنيدة. جوج كيسان ديال الزيت. جوج كيسان زيت. ربعة ديال الزبدة. ربعة الزبدة. جوج كيسان ديال الكوك. جوج كيسان ديال الكوك. المهم حفنة ديال اللوز كونكاسي، هذه اختيارية اللي باغا. حفنة ديال اللوز. ياك. أييه. اللوز صافي، واحد رشيشة ديال المليحة. ورشة ديال الملحة. إذا غادي نعاود لها المقادير. ربعة ديال الزبدة قلتي. جوج ديال البيضات. جوج خمارات. جوج فاني، جوج كيسان ديال السنيدة، جوج كيسان ديال الزيت، ربعة ديال الزبدة، جوج كيسان ديال الكوك، حفنة ديال اللوز حسب الاختيار، ورشة الملح. أيه. نعم. الزبدة عاودنا جوج المرات. هما هذوك المقادير. الزبدة عاودنا جوج مرات. الزبدة عاودتها جوج مرات، فعلا انت عاودتها ونعاودتها موراك. كاع ما انتبهنا. مش عاودت كيف دير الزبدة. صباح راه غير الزبدة غير مرة واحدة ماشي جوج مرات. نعم. كنخدموا الزبدة. نعم. مع سنيدة هي الأولى. عاد باش كنرجعوها بومادة. نعم. من بعد كنضيفوا بقية العناصر بشوية بشوية. فكنجمعوها تكون خفيفة، كنجمعوها بالطحين ولكن تبقى خفيفة. نعم. صافي كتكوريها كويرات، كتوضعها في لاطا مدهونه. من بعد ما كتوضعها كتاخذي بيضه كطربيها غير شويه. وكتاخذي الشيته كدهنيها بها. كتاخذي يا اما نص لوزه يا اما لوزه كامله. نعم. كتغرزي كتغرزيها واقفه عاد باش كتنعسيها باش كتثبت في البيضه. نعم. في الحلوه. الحلوه. صافي كندخلها الفران كطيب وكتقدم صحه وراحه، راه كتجي زوينه. الله يعطيك الصحه. وسهله سهله ما والوش وكتخرج. نعم. تبارك الله. نعم. زوينه. نعم ان شاء الله نجربوها حتى هي. شكرا لك على الوصفات اللي قدمتي لنا لاله سناء. تحيه لكل مستمعينا بيضاء البيضاء، ونهاركم مبروك ايضا.